أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو المحكم والمتشابه وكيف نفرق بينهما؟ المحكم والمتشابه العلماء ذكروا لها معاني في أصول التفسير وفي أصول الفقه، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول رسالته التدمرية، الكلام على هذه الآيات: والذي أنزل عليك الكتاب إنه آيات محكمات وأخر متشابهات. وقال رحمه الله ما مضمونه ومعناه: إن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه كله متقن ولا تناقض فيه ولا اختلاف فيه، فهو كله محكم لا نقص فيه ولا تناقض فيه، يصدق بعضه بعضا. ويطلق على القرآن أنه كله متشابه، يطلق على القرآن أنه كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أطلق عليه كله أنه متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والإعجاز والبيان والفصاحة والبلاغة. ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه، كما في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي بعضه آيات محكمات وأخر متشابهات. وقد فسر العلماء هذا الإحكام وهذا التشابه بأن المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هو واضح في نفسه، مثل أحل الله البيع، حرم الربا، حرمت عليكم الميتة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وغير ذلك من الأوامر والنواهي. هذا ما يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر يوضحه، هو واضح في نفسه. وأما المتشابه فهو ما يحتاج إلى ما يفسره، هو لا يتضح من لفظه، يحتاج إلى ما يفسره، وذلك مثل المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل. هذا معنى الإحكام والتشابه في القرآن باختصار. وهناك متشابه لا يعلمه إلا الله. متشابه قسمان أو ثلاث أقسام: القسم الأول الذي ذكرناه لكم وهو الحسن وتشابه بعضه ببعض، والمعنى الثاني وهو الإجمال أو الإطلاق أو الناسخ والمنسوخ إلى آخره. والمعنى الثالث: تشابه لا يعلمه إلا الله، وهو ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب وما في القبر وما الأمور المستقبلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي مقدمة ذلك ذاته سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته، لا يعلم حقيقتها وكنهها إلا الله جل وعلا. حقيقة الأسماء والصفات وكنها الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله جل وعلا،
مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول معلوم، ولكن كيفية النزول لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. استوى على العرش، الاستواء معلوم، معناه واضح ومعلوم، هو العلو والارتفاع. أما كيفية الاستواء، كيف استوى على العرش، كيف يستوي، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.